ايوا جيشنا احنا اخترنا. افرم افرم واحنا معاك. افرم افرم واحنا معاك. ايوا جيشنا احنا اخترنا. ايوا جيشنا احنا اخترنا. دوس عليهم واحنا وراك. دوس عليهم واحنا وراك. الشعب المصري كله معاك. الشعب المصري كله معاك. يلا يا جيشنا وفاضل ايه. يلا يا جيشنا وفاضل ايه. قتلوا الجندي فاضل ايه. قتلوا الجندي فاضل ايه. يا قضاء فاضل ايه. يا قضاء فاضل ايه. قتلوا جيشنا فاضل ايه. قتلوا جيشنا فاضل ايه. القصاص القصاص. القصاص القصاص. قتلوا الشرطة بالرصاص. قتلوا الشرطة بالرصاص. القصاص. بنستعين. انا بنحب نوصل رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وانا برحب بيه وبشرف فيه، وانا بوصل له رساله من صعيد مصر محافظه جنة قريه المراشبه. بحب اوصل له رساله، انت رئيسنا رئيسنا ثم رئيسنا ثم رئيسنا. يكن الجماعه الارهابيين الذي يقوم بنا بالقتل بالقتل جميعا في الإخوة المسلمين. لا هم لا يعرفوا حاجة على الإخوة المسلمين ولا يعرفوا الشيعة الإسلام، لأن الإسلام متبري منهم لمدى الحياة. وفي رسالة تاني برضو بوصلها، لو همتوا هتفكروا يا جماعة الإخوان هتضحكوا علينا زي ما ضحكتوا علينا في ثورة 25 يناير 2011. بيسقط حكم العسكر، لا يمكن انكم تقدروا تضحكوا علينا تاني. وفي رسالة بنحب نوصلها لهم، حمدين صباحي بتاعكو ده، حمدين صباحي بتاعكو تحت جزمتنا. ليه؟ لأن حمدين صباحي ده نفس اللعبة اللي هيلعبوها علينا بالدكتور محمد مرسي، لا يمكن حمدين صباحي هيقدر يلعب علينا زي محمد مرسي. دي حاجة. الحاجة التانية بنحب نوصلها لهم، أنا طالبة الإعدام لمحمد مرسي، دي اول واحد. تاني واحد خيرت الشاطر، لان في طار بيني ما بين خيرت الشاطر، طار كبير قوي بسبب الحسين ابو ضيف. اللي اظن اللي يعرف الحسين ابو ضيف ده، انا بحب اعرفكم بيه، الحسين ابو ضيف ده صحفي مات في 12/12/2012 على ايد حارس اللي هو بتاع خيرت الشاطر، اللي هو اتمسك في لجنه الانتخابات بالمسدس. انا دي الطار اللي بيني ما بين خيرت الشاطر. وانا بنحب نوصلك يا خيرت الشاطر، طار الطار بتاع الحسين ابو ضيف هناخدوه. انا لا هنقولك اللي حصل بقى. احنا ماشيين من ميدان التحرير، ماشيين بمسيرة لحد الاتحادية، ماشي ورانا مين؟ خليل الحارس بتاع خيرت الشاطر، وكان لابس منطلون جينز وجاكيت اسمر، وفضل ماشي ورانا لحد الاتحادية. اول ما وصلنا عند الاتحادية هناك الخليل بتاع حارس الشاطر، مش وراك، انت كان معاك مين وقتها؟
انا كنت ماشيه ورا الصحفي الحسين ابو ضيف ومعايا ابني ومعايا احمد ابني برضو، انا مدخلاه دلوقتي لسه اول سنه في ازهري. فالمهم مشينا في المسيره هناك وبنهتف، كنا رايحين هناك على اساس ايه في مسيره رايحين بيها. اول ما وصلنا هناك خليل راح مشي من جنبينا، دخل مع جماعه الاخوان، طلع المسدس من الشنطه بتاعته وضرب الحسين ابو ضيف في دماغه، فوقع على الارض. بعد ما وقع في الارض كركروه يجي نص يعني يجي 10 متر بعد ما كركروه. بعد كده فضلوا ضرب فيه على دماغه وخد الكاميرا بتاعته. بعد ما خد الكاميرا بتاعته الحسين ابو ضيف كان بين الحياه ما بين الموت. دي حاجه. الحاجه الثانيه لا انا شفتها بعينيا وانا مسؤوله على الكلام ده قدام ربنا. بس انا كنت اعرفه لان هو من سوهاج، انا من جنة وهو من سوهاج، وكنت واقفه معاه عند ميدان التحرير لان هو كان شخص محترم، كان شخص مؤدب. مات على ايد ارهاب، مات على ايد ناس لا يعرفوا حاجه على الاسلام، بيتكلموا باسم الدين وهم اساسا ما يعرفوش حاجه عن اسم الدين اصلا، لان الاسلام ده ليه ناسه وليه قيمته وليه احترامه وليه كرامته، لان الناس دي لانها ما تعرفش حاجه على الاسلام اصلا. لو هم يعرفوا حاجه على الاسلام لا يمكن ان هم يقتلوا اخ قصاد اخ، لان احنا مسلمين، لا يمكن مسلم يقتل مسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما هما بيقولوا الجهاد في سبيل الله، طب اعرفوا ايه الجهاد في الجهاد في سبيل الله معناها ايه؟ مش نجاهد في اخونا المصري، مش نجاهد في المصريين اللي مننا فينا، نجاهد في الاعداء اللي تدخل علينا بره مصر، نجاهد في اخونا، نجاهد في ابونا، نجاهد في امنا، نساعد ابونا، نساعد امنا، مش نجاهد نقتل في بعضين، مش نجاهد في بعضين. انا النهارده الموقف اللي حصل النهارده ما يعجبنيش، دي اول حاجه. والحاجه الثانيه بنحاسب العقيد بتاع جامعه القاهره، لان اي شاب او اي طالب جوه يعمل مشاغبه لازم يقوم ايه برفضه من الجامعه على طول، لان كده لو هيفضل كده هتموت مننا كل يوم ناس، كل يوم ناس. عشان كده مش ماشي. وفي حاجه برضه بنحب نوصلها للاستاذ عبد الفتاح السيسي، حضرتك احنا هنقوم بالرئاسه باسرع وقت، كده مش راح ينفع كده، حرام اللي بيحصل فينا ده. كل يوم الناس بتموت فينا، كل يوم الناس بتتقتل فينا. ونحب احب اوصلها للاستاذ عبد الفتاح السيسي، بحب اوصلها بقول لها انك انت رئيسي، انت رئيسي، انت رئيسي، وربنا يحميك. وفي رساله بنوصلها، انتوا يا اخوان انتوا اعضاء الله، يا اخوان انتوا اعضاء الله، والسيسي حبيب الله، ويسقط يسقط الاخوان. السلام عليكم. شويه شباب يمسخروا دوله واحنا قاعدين ساكتين. فين الشباب؟ شويه شباب يمسخروا دوله ويرموا الاجهزه ويقلعوا الست العميده واحنا قاعدين ساكتين. كلهم فيهم محترمين، هم قاصدين، هم اللي بيحرقوا. فيهم محترمين. ايه يا عم انت بتاع الجامعه؟ هو اللي معرف عشان لو كان راجل جدع اللي يعمل حاجه ما يدخلوش الجامعه ابدا ويسلموا للشرطه. هو معرف، هو معرف. ايوه معرف. اللي اخوك كلهم معرسين والكلب. نسوان ايه؟ هم موتوا الناس. هيعملوا ايه؟ كل شويه رن عليه. موتوا الناس يعملوا ايه؟ ولا عارف يتعلم ولا عارف يحكم. العمدان كلها وقعنا فيها برضه، احنا اللي هنحلها برضه. ما نقعدش نتكل على الحكومة. انت حق عليكم 25 يناير، انا اللي بقولها. انت حق علينا وبتغلى من كده واحنا مش عارفين. معلش، ما هي دي الطيبة الزايدة بقى، ما هي دي الطيبة الزايدة بتاعتنا. قلنا رئيسها بهابة. جابونا رئيسها، جابونا رئيسها بهابة. صحته الجيش وطلعها يسقط يسقط حكم من عرضها. هم اللي مطلعينها. احنا كلنا شدنا وراها. فعلا كان هيسقطنا. احنا خدنا النار، ما خدناهوش ببلاش، دفعنا الغالي. هو اسمه مرسي.
هبا هبا يلا مرسي هبا هبا مرسي هبا هبا مرسي كده يعني مرسي قوي اهبا ما يعرفش يمسك بلد يمسك سريره ها ويمسك الملايه ويعملها كده هو كده الافريقي لان ده الدول العريان والمرش ما بيتكلمش بلسانه بيتكلم بالمرشدين بتوعه بالاوساخ بتوعه ما هو معرس ابن احمد.